تعرف إني الليلة ما عرفتش أنام وأنا عم بفكر في صحن المجدرة، أكبر صحن مجدرة في العالم. فلسطين ستدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية برعاية محافظة أريحة. ما عرفتش أنام والله، ويا مجدرة باللبن، وين المعالق؟ وين؟ انتفخت وأنا بفكر على فكرة في صحن المجدرة، وهيك فوقي البصل والمعالق وفوق بعض الناس وفي أكبر صحن هيك. يعني اسمعوا، هذا إشي كثير مهم، كثير مهم. كمان إذا بتطلع مجدرة في البرغل، أنعم وأكرم، أنعم وأكرم. هذيك السنة عملوا أكبر صحن شو اسمه، صدر كنافة في نابلس، قلبت الكنافة هريسي، الناس فوق بعض. والله جماعة الخير، هذا الحكي بنعمله لما بكون هادي بالنا ورايقين، والشعب يعني مرتاح ومبسوط. نيجي بنحكي لأبو جينيس، تعال بدنا نعملنا أكبر صحن مجدر، أكبر صحن تبولي، أكبر صحن فتوش. يعني تعرف قصص العرب اللي إحنا بعدين، مين بيعرف المجدرة في العالم؟ يعني أنت مثلا روح عمل لك صحن مجدرة، وروح مثلا على ناش نحكي ألمانيا، وعندك تروح روح على ليتوانيا، قول له عزمكم على صحن مجدرة، يمكن ما يرضاش ياكل، ما عارف شيء. يعني ايش الاشي اللي فتنا فيه احنا التاريخ، واكبر صحن واكبر كذا، واحنا عندنا شهداء وعندنا اسرى وعندنا دمار وعندنا قضيتنا عملت عن ابوها بعزائمها، وجايين نعمل احنا اكبر صحن مجدر. يعني ايش اللي منسوقه للاعلام الخارجي والاوروبي والعالمي لما بنيجي بنعمل مثل هيك احتفاليه؟ معناه احنا هادي بالنا، معناه فيش اشي، معناه مش متوترين.